بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت الموافق 5 ربيع الأول سنة 1380 هجرية، الموافق 27 أغسطس سنة 1960 ميلادية. المكان المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. وحاضرنا اليوم ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن ناصر الدين الألباني. السلام ورحمة الله وبركاته. فأسرني أيها الإخوان أن أقدم إليكم مهاجرا في سبيل الله ومجاهدا في سبيل الله والأخ السلفي العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني. هذا الرجل المعروف بسلفيته الوثيقة وجهاده في سبيل الكتاب والسنة أبى إلا أن يشرف داركم الليلة ويسعى إليكم سعي الأخ المشتاق إلى إخوانه المشتاقين أيضا إليه، وسيقول لكم تحية. هو يقول أنه ما دور في نفسه كلاما يقوله الليلة، ولكنه إن شاء الله سيقول لكم شيئا عن شعوره نحوكم، وأسأل الله أن يقرب دائما بين المسلمين في جميع أقطار الأرض. وأحب أن أقول لأخي الجليل إن أنصار السنة ها هنا قائمون على كتاب الله حفاظا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورغم ما يشيعه عنهم الخراصون مثلا بأنهم وهابيون وبأنهم مجسمة وبأنهم يبغضون أولياء الله رب العالمين، وحاشا لأنصار السنة أن يكونوا وهابيين بالمعنى المفهوم في أذان الناس، فأولى أن يقال عن أنصار السنة إنهم مسلمون، فهم لا يقلدون أحدا في دينهم غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا محمد بن عبد الوهاب على جلاله وعلى ثبته في الدين، ولا ابن تيمية، ولا خلاف هؤلاء العلماء الأجلاء يقلدهم في ديننا، إنما نقلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولسنا مجسمة كما يقول الناس، إنما نصف الله بما وصف به نفسه ونسميه بما سمى به نفسه، ولسنا نبغض أولياء الله، وكيف والله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين يتهموننا بذلك أنهم يسمون الأصنام أولياء لله، ونحن نقول للناس قولة الحق الصريحة إن هذه الأصنام أصنام تعبد من دون الله، فنسمي الأشياء بأسمائها. لهذا نكافح ولهذا نجاهد مهما كان في طريقنا من عقبات، فنحن نؤمن أن الذين يدافعون عن الله سيدافع الله عنهم، وكما دافع الله عن الأخ الضيف الكبير سيدافع الله عن كل مؤمن. والآن أقدم لكم الأخ الجليل، وأشكره شكرا جزيلا باسمكم جميعا. وخايف يفتكروا باسمكم، يعني لأن واحد برضك عقبنا عليها من أخواننا أنصار السنة، يعني باسمكم يعني بالنيابة عنكم، بالنيابة عنكم حسن عندهم دكة شديدة جدا. بالنيابة عنكم جميعا أشكر الأخ الضيف الكبير، وأسأل الله لي وله ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. الواقع أيها الأخوان أن الأمر كما ذكر الأستاذ الكريم أنني حضرت هنا لكي أستمع كلمة أستفيدها من إخوتي في المذهب السلفي النقي الطاهر، ولم أزور في نفسي كلاما أقدمه إلى أسوان. أما وقد أحرجت فلننظر ماذا يلهمنا الله عز وجل به من الكلام، وخير ما أقدم به ما قد أتقدم به من الكلام بين يديكم هو أن أفتتحه بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه. هذه الخطبة الجليلة التي مع الأسف الشديد يجهلها أكثر الناس
ولا أعني بهم العامة فحسب بل الخاصة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه ليتقدموا بها بين أيدي كل خطبة وكلام ديني يتقدمون به بين إخوانهم. فأقول اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الكلمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أتبع هذه الخطبة المباركة بالجملة الطيبة التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ما يقدمها بين يدي خطبه، خاصة يوم الجمعة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول بعد الحمد لله: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلمة أعتقد أنها هي الفصل الحاسم بين إخواننا في سائر العالم الإسلامي أنصار السنة أو السلفيين أو المحمديين، وبين الآخرين ممن ينتمون إلى الإسلام قولا أو فعلا، مع ما في ذلك من الخطأ والبعد عن التحقيق العملي للقول الصادق. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الكلمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه على علم طبعا من الله عز وجل، لأننا كلنا نعلم أن الرسول عليه السلام من حيث العلم بالغيب هو كسائر البشر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إلى آخر الآيات الواردة في نفس العلم عن الرسول عليه السلام علم الغيب. ولكننا نعلم أيضا في الوقت نفسه أن الله عز وجل كان يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض المغيبات التي تتحقق مصلحة المسلمين في إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إياهم. فكأن رسول الله السلام أريد أن أقول كان يعلم ما سيقع فيه المسلمون من الإحداث في الدين والابتداء فيه، سواء كان هذا الابتداء في العقائد أو كان في العبادات. ولذلك كان تحقيقا لما وصفه الله تبارك وتعالى به من أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان ينبههم في كل مناسبة، وخاصة المناسبة التي يجتمع فيها أكبر عدد من المسلمين، وهي مناسبة خطبة الجمعة. فكان يخطب عليه السلام بهذه الجملة الكريمة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع هذا والأسف الشديد نجد المسلمين قد غفلوا أو جهلوا هذه الحقيقة، بل صدموها وعاكسوها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وهذه كما هو معلوم في علم الأصول من عام صياغ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة. مع ذلك هم يأتون إلى هذه الكلية فيعطلونها بقولهم: ليس كل بدعة ضلالة. هذه مشاقات الحقيقة لله والرسول. فنحن يجب أن نظل ونتمسك بهذا المبدأ، ففيه تحقيق أصل ثاني هو المتمم للأصل الأول، والأصل الأول والثاني يساوي في مفهومنا هو الإسلام. هذان الأصلان
مما يشرحهما ويقررهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول أن الإسلام يقوم على عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وبالطبع كما تعلمون المقصود بالعبادة هو توحيد الله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته، وليس المقصود فقط اعتقاد أن الله هو خالق وحده لا شريك له في ذاته، فإن هذا كما تعلمون شيء يشترك فيه المشركون. المشركون كانوا يعتقدون أن الخالق واحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكنهم ما كفروا ولا أشركوا إلا لأنهم جحدوا عبودية الله وحده، عبدوا غير الله مع اعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كما يزعمون عن من ينتمي إلى الإسلام. يقولون هؤلاء لا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون إلى آخره، فيجهلون هذه الحقيقة. هم إذا قالوا عن بعض الجهال من المسلمين إنهم لا يعتقدون أن هذا الميت الذي يستغيثون به هو يضر وينفع، فما يصفونهم بأكثر مما يصف المسلم العالم أي مشرك. المشرك كان يعتقد أن الضار والنافع والرازق والوحي المميت هو الله عز وجل. إذن لما كفر هؤلاء المشركون بجحدهم لتوحيد العبودية وتوحيد الألوهية؟ القصد أن ابن تيمية رحمه الله يقرر أن الأصل الأول الذي يقوم عليه الإسلام هو توحيد الله في عبادته، والأصل الثاني هو عبادة الله تبارك وتعالى بما شرع لا بما ابتدع المنتمون الإسلام. فهذان أصلان عظيمان جدا، من فهمهما ثم حققهما عمليا فهو مسلم، ومن أخل بأحدهما فقد أخل بأصل من الإسلام باعتبار أنه لا يكون مسلما حينئذ. وأنتم تعلمون أن كل ذنب لأنصار السنة في جميع بلاد الإسلام عند المخالفين لهم هو تمسكهم بهذين الأصلين، هو دعوتهم بصراحة وبقوة الناس جميعا مسلميهم المنتمين طبعا إلى الإسلام وكافريهم إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في ألوهيته وفي عبادته. ونحن لسنا بحاجة، كما أن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل في ذاته. فالبشرية باعتبار أن الله عز وجل خلقهم على الفطرة وخلقهم على أنهم لا يمكنهم أن يعقلوا وجود ذاتين تتصرفان في الكون، لذلك كان من قبيل كما يقول بعض الفقهاء تحصيل الحاصل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خاصة الذين وجد بينهم من المشركين أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله في ذاته. هذا أمر تحصيل حاصل، لأن المشركين كانوا كما ذكرنا آنفا يعتقدون بأن الله كذات خالقة هي واحدة لا شريك لها. وأنتم تعلمون ولستم بحاجة إلى مثلي أن يفيض في مثل هذه الأمور الاعتقادية، لأنكم والحمد لله أصبحتم من عالمكم إلى طالبكم العلم دعاة في مثل هذه المواضيع والحمد لله. ولكن هي قبل كل شيء التبادل الآراء والأفكار، وثانيا قد يكون هناك بعض الناس ممن يسمعون كلامنا الآن من هم بحاجة إلى ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعو الناس إلى أن يوحدوا الله في ذاته، لأنهم بالواقع كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى في ذاته، إنما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته، أي أنه ليس هناك ذات أخرى تستحق الخضوع والخشوع، وإلى توحيد الله في عبادته بحيث لا يعبد سواه. وفي الحقيقة كل من التوحيدين اللذين يسميان بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ينفذان إلى معنى واحد، لأن الألوهية وهي الخضوع لله عز وجل ليس شيئا قلبيا فقط، وإنما هو شيء عملي يظهر ما كمن في القلب من توحيد أو من شرك. فهذه العبادات يجب أن تصرف ويخص بها الله عز وجل. فدعاة السنة في كل البلاد كما قلنا هذا هو ذنبهم الأول عند الآخرين، أنهم هم قبل كل شيء في أنفسهم لا يسمحون مطلقا أن يعبدوا غير الله، إنما يعبدون الله وحده لا شريك له. والمشركون هذا الذي كانوا ينكرونه ويجحدونه، وهذا ما هو صريح في الكتاب والسنة. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، وكان أحدهم إذا طاف في البيت
يقول: اللهم لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والملك لك، لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. فما هذا هو الشريك الذي يملكه وما ملك؟ هذه عقيدة المشركين، حيث يعتقدون أن المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وهذا صريح الآية الكريمة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الآية نص صريح بأن المشركين كانت غايتهم هي الله عز وجل، وأن الذين يعبدونه من دون الله عز وجل كانوا يتخذونهم وسائط لا غايات. الغاية حتى عند المشركين هو أن يصلوا إلى مرضات الله عز وجل، ولكنهم ضلوا الطريق حينما اتخذوا هذه الوسائط توصلهم تقربهم إلى الله. لا يزال كثير من الناس اليوم على الأسف الشديد لا يفقهون معنى العبادة، ولا يدرون كيف أشرك المشركون. هذه الآية بالذات لا يفقهون لها معنى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش معنى هذه العبادة التي أثبتوها لأنفسهم بغاية أنها توصلهم إلى مرضات الله عز وجل؟ أكثر المسلمين لا يعرفونها، مع أنه من الثابت في كتاب السنة كما تعلمون أن هذه العبادة هي دعوة الله خاصة في الشدائد والمضايق، وهي النذر دعوة غير الله عز وجل في الشدائد، هذا العبادة المخلة بعبادة توحيد الله عز وجل، وكذلك النذر لهؤلاء. فالعبادة التي عبدها المشركون لعظمائهم وأوليائهم في هذه الأشياء، خصوهم بالاستغاثة لغير الله، وخصوهم بالنذر لهم، وخصوهم بالذبح عندهم، وهكذا إلى ما هو معلوم لديكم. هذا هو الأصل الأول الذي يدعو إليه أنصار السنة، أن يعبد الله وحده وأن يكفر بما سوى ذلك من الوسائط. والأصل الثاني وهو مهم أيضا جدا وكثير من الناس يعرفونه، هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع الله. وهذه جملة قصيرة لكنها تحوي شطر الإسلام كما علمتم. ويعجبني بهذه المناسبة كلمة للشيخ المقريزي في رسالته تجريد التوحيد المفيد، ولعله اقتبسها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو تلميذ ابن القيم. يقول حينما يتكلم عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات، ثم يقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لموقفهم في توحيد العبادة، يقول في أثناء ذلك: إذ ليس الشأن أن يعبد الله وحده فقط، ولكن الشأن أن يعبد الله بما شرع الله. هذه جملة عظيمة جدا، يعني ليس المقصود فقط أن يعبد الله وحده، نحن ندعو إلى عبادة الله وحده، لكن هذا لا يكفي. لا يتم التوحيد الصحيح إلا بأن نعبد الله بما شرع الله. ولذلك تجدون الله عز وجل يصف المشركين بقوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وتعلمون سبب نزول القصة التي حدثت عند نزول هذه الآية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وتلاها على مسامع الصحابة، كان فيهم عدي بن حاتم الطائي، وقد كان نصرانيا، وهو من النصارى القليلين الذين أسلموا وكانوا متعلمين أو علماء، لأنكم تعلمون أن العرب كانوا أميين، وكان القليل منهم من يسلم القراءة والكتابة، وهذا عدي بن حاتم من هؤلاء القليل الذي تعلم القراءة والكتابة، ثم وجد المشركين على ضلال مبين، فرأى أن النصرانية خير من الشرك فتنصر. ثم لما جاء الله بالإسلام على يدي محمد عليه الصلاة والسلام، آمن بمحمد رسول النبي، وكان حين نزلت الآية السابقة في مجلس الرسول عليه السلام، فلما سمعها استغرب ما فيها، طبعا لا يستنكر لأنه مسلم، فقال: يا رسول الله، كيف اتخذناهم أربابا من دون الله؟ قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: بلى. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. لهذا معنى هذا تأييد الأصل الثاني، وهو أن لا نعبد الله إلا بما شرع الله. فأي مسلم بقى يحرم من عنده بدون نص من كتاب الله ورسوله، أو يحلل بدون نص من كتاب الله ورسوله، أو يحسن كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في أول رسالته، نعم رسالته معروف باسم الرسالة، رسالة الإمام الشافعي، يقول: من استحسن فقد شرع.
هذا المعنى عظيم ومأخوذ من الآية السابقة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذا الأصل الثاني هو الذي يتمم الأصل الأول وبمجموعهما يتحقق إسلام المسلم. ولذلك نجد مع الأسف الشديد أن كثيرا من المنتمين للإسلام اليوم هم بعيدون كل البعد عن الإسلام في الأصل الأول وفي الأصل الثاني. ليت الأمر وقف في الخلاف في الأصل من هذين الأصلين، ولكن مع الأسف الشديد أن الخلاف في الأصلين معا. فهم يسمون مثلا توسل الاستغاثة بغير الله، يسمونه توسلا أي تقربا إلى الله عز وجل. ونحن وإن كنا من وجهة علمية نفرق بين ما يسمى بالاستغاثة وهو طلب الغوث من غير الله عز وجل، وبين التوسل بالمعنى العلمي الذي وجد فيه بعض الاختلاف وهو إدخال واسطة بينك وبين الله، ولكنك في الوقت نفسه تطلب من الله لا تطلب من الوسيط. نفرق بين هذا وذاك، ولكننا نعتقد أن هذه الوسيلة العلمية لا الوسيلة التي هم يفهمونها بمعنى الاستغاثة تؤدي إلى الاستغاثة التي هي شرك صريح. فكرات القول أن الناس اليوم في جاهلية جهلة، في جهل يبعدهم عن الإسلام كل البعد، وهذا تصويره أنهم يجهلون الأصل الأول والأصل الثاني. ولو أن الأمر وقف أيضا عند الجهل لا هان الخطب بعض الشيء، ولكنهم يقفون في صف المحاربين والمعادين لمن يدعو إلى عبادة الله وحده ولمن يدعو إلى عبادة الله بما شرع الله، يقفون موقف العداء. وليس هذا العداء يقف كما يقف كل عدو تجاه عدو الآخر، ولكنهم يعادون دعاة السنة ودعاة التوحيد ودعاة محاربة البدعة، يعادونهم أشد من معاداتهم للملاحدة والكفار وإلى آخر ما هنالك من أحزاب وفرق. فهذا مما يجلي وضع المسلمين اليوم ويحمل دعاة السنة على أن يجندوا أنفسهم ليكونوا صفا واحدا وعونا ويدا واحدة لتوجيه هؤلاء الضالين إلى معرفة ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتظاهرون بتعظيمه بإقامة حفلات ما يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الواقع تدخل فيما ينافي الأصل الثاني أي عبادة الله بما شرع الله، فهم يعبدون الله بغير ما شرع الله. ونحن والحمد لله لا نزال ندعو وسنظل ندعو إلى آخر نفس من حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كنا نحن نغبطكم أنكم تجدون الحرية المطلقة في الدعوة إلى دعوة الحق، بينما نحن لا نجد مجالا لذلك إلا مع الاحتيال الشديد على ما يسمونه بالقوانين وبالأوامر الإدارية وما يشبه ذلك. وأنا شخصيا نظرا لأني عالم الجو الذي أعيش فيه لا أستطيع حتى اليوم أن أتحدث بكلمة قد تصل إلى خارج هذه الدار هناك في دمشق، لا أستطيع أن أفعل هذا، ولا أستطيع أن أتكلم بكلمة في مسجد. وقد فعلنا مرارا، تكلمنا في المساجد مش خوفا ولكن درءا للمفسدة وللفتنة، وتحقيقا فيما نظن لحديث السيدة عائشة التي تقول أن الرسول عليه السلام لما رآها تعزم على أن تدخل الكعبة جوف الكعبة لتصلي فيه قال لها صلي في الحجر، فإنه من الكعبة، الحجر تعلمونه هو مكان خارج بناء الكعبة، قال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، إلى آخر الحديث. فنحن لا نستطيع اليوم أن نتكلم بكلمة الحق مع أننا نتعاطى كل الوسائل التي تدخل في أمور قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما نستطيع أن نتكلم بكلمة الحق في مسجد من المساجد، وإن كنا حاولنا كما قلنا، ولكن كان في ذلك أن صدرت المساجد من أيدينا وسلمت إلى الأوقاف، وبعضها جعلت مثل التفية يقوم بعض الناس فيها بما يسمونهم بالذكر ونسميه نحن بالرقص. أي نعم. وكان نتيجة أمر أن لم يجعل لا دار للتوحيد ولا دار للصلاة، صلوات خمس على الأقل أغلق وختم بالشمع الأحمر، ومسجد آخر أكبر من ذلك صدر بطريق ما يسمونه بالمقاومة الشعبية لما حصلت بعض الحوادث، اتضح
التمرن في بعض المساجد فصادروه منا هذا في حلب، وبقينا نضطر إلى أن نتدارس الكتاب والسنة في بيوتنا الخاصة. لم يقف الأمر عند هذا الحد أيها الأخوان، إنما منعنا أيضا حتى الاجتماع في دار خاصة. وأنا شخصيا أقطن دمشق ولي اجتماعين في كل أسبوع في يوم الخميس ويوم الجمعة، وأدرس في يوم الاثنين كتاب الترغيب والترهيب، وهذا أعتقد هو كتاب مفيد وموجه وبحاجة لجماعة أنصار السنة كلهم أن يتثقفوا بهذا الكتاب، لأنكم تشعرون بمعنى الترغيب والترهيب. ولكن هذا الكتاب فيه سيئة، وهو أنه ممتلئ بالأحاديث الضعيفة وبعض الموضوع، ولكن الله عز وجل امتن علينا وفضلنا والحمد لله على كثير من العالمين، حيث مكننا من معرفة الحديث الضعيف والموضوع وتمييزه مع الصحيح. ولذلك قبل أن ألقي الدرس هناك من الترغيب والترهيب، أخرج الأحاديث التي أنا عازم على إلقائها وشرحها شرح مختصر لإخواننا، فأقرأ عليهم فقط الأحاديث الصحيحة والحسنة، أما الأحاديث الضعيفة فأطوي عنها صفحا، وأقول للإخوان أن يشيروا إليها بحرف ضاد على الهامش حتى في المستقبل يكون هذا كمذكر لهم. هذا يوم الاثنين، ويوم الجمعة نقرأ لهم حسب المناسبات والظروف. كنا نقرأ لهم في المدة الأخيرة الروضة النبية شرح الزهرة الإلهية للشيخ حسن قدس خان وانتهينا منه، فالآن نقرأ لهم بدل هذا الكتاب الرسالة التي سبق ذكرها تجريد التوحيد للمقريزي، ونقرأ لهم بعده درس في مصطلح الحديث، ولكنه درس غير الدروس التي يقرأها أو يسمعها طلاب العلوم الشرعية في المدارس الرسمية، أعني المدارس الرسمية يعني الشرعية مش الحلقات، هذه أمثال هذه الحلقات. درس في مصطلح الحديث يقترن معه التطبيق العملي، نستخرج له حديثا من أي كتاب كتب السنة ونسجله في اللوح بسنده، ونطبق ما قرأناه من تعريف الحديث الصحيح والحسن والضعيف على هذا الحديث الذي أمامنا، ونفتح لهم كتابا من كتب التراجم، ونستخرج لهم ترجمة كل رجل وما قيل فيه من توثيق أو تشبيه أو تضعيف، وبذلك يكون الدرس قبل كل شيء أقبل أشد قبولا في نفوسهم وأشد رسوخا في قلوبهم. هذا الدرس الثاني يكون درسين في يوم الجمعة، درس من تجريد التوحيد للمقريز، والدرس الثاني في مصطلح الحديث. هذا في دمشق، لي كل شهر سفرة أسافرها إلى المنطقة الشمالية من سوريا إلى حلب وإدلب والحرقة واللاذقية. هنا الشاهد، بدأت الدعوة بصورة خاصة تنتشر بعد حلب في إدلب، وهي تبعد عن حلب نحو 60 كيلومترا، وكما تعلمون انقسم الناس إلى طائفتين، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأخذ بعض الغوغاء يدعمهم بعض من يتزيى به العلماء، أخذوا يشيعون ويذيعون أمثال الافتراءات التي سبق أن تحدث الأستاذ الكريم عنها، فلان وهابي، فلان ينكر الرسول، فلان ينكر الكرامات، فلان ينكر العلم، إلى آخر ما هنالك من افتراءات. وكان من نتيجة ذلك أن تقدم مفتي منطقة إدلب بمضابط عديدة إلى المحافظ في حلب ثم إلى العاصمة وهي دمشق، وهو يعود بخفي حنين، إلا في المرة الأخيرة نجح، وذلك من طريق مفتي الجمهورية السورية. هذا المفتي هو قبل كل شيء حنفي مذهب متعصب جدا، ومن هنا يظهر لكم أنه لا يمكن أن يلتقي معي ولا يمكنني البتة أن ألتقي معه. فمجرد ما جاءت المضبطة إليه أن فلان يأتي إلى إدلب كل شهر ويقضي فيها ليلة ثم ينتقل إلى منطقة كذا وكذا، كتب أمرا إلى وزارة الداخلية يطلب بمنع الرجل من التدريس، وبالفعل أنا استرجلت إلى الوزارة يعني إلى مدير الشرطة، وقرأ على مسامي المضبطة وما فيها من افتراءات وأكاذيب وشهادة المفتي بذلك، وهو يطلب أمورا غريبة جدا. هو يطلب قبل كل شيء منع من التدريس، ويكتفي بذلك منعي من الكسوة العلمية، وهذه كسوة العلمية. لا
وهي نكت يعني مش هذا هو الزي العلمي عندنا، هذا زي الفلاحين تقريبا عندنا. والشيء الأغرب من هذا يطلب من الوزارة الداخلية نفي من البلد إلى منطقة نائية، ويظهر أن المسؤولين هناك عقلاء وهم فوق من يطلب مثل هذا الطلب في عقلهم، فاكتفوا بتنفيذ الأمر الأول من هذا المفتي وهو من هم يتدري. فأنا بحثت مع الطالب الموظف الكبير القضية هذه تمنعني من إيه؟ من التدريس. أنا لست موظفا في الدولة ولست موظفا في الأوقاف حتى أمنع من التدريس وحتى يكون المفتي سلطة علي. قال المفتي له أمر وهو موظف رسمي وله أن يمنع من شاء ويأمر من شاء. طيب أنا لو أعمل دروس في المساجد قد يقال والله هذا معقول، لكن أنا أعمل دروس في الدور لأنه أعرف أن إذا عملت دروس في المساجد سوف أمنع بالكلية من كلامه. صلاه القول بالفعل منعت من التدريس، لكن والحمد لله ما منعت من السفر، يعني هذا غض النظر عنه يعني. ولذلك انا مع الاسف الشديد اقول لكم مضطر ان اسافر شهرا وادع شهرين، لانه اذا سافرت الغايه هو الاجتماع، واذا اجتمعت فالعيون عيون الجماعه طبعا حاضره. فاريد ان نتحاشى الاصطدام مع الامر القانوني حتى أتمكن من أسير في هذه الدعوة. وجرى في الأخير أنه ذهبت في الشهر منذ شهرين، ففي الحفة جاءت الشرطة تطلب أسماء الحاضرين كأننا مجرمين، وفي إدلب جاء رئيس المخفر يطلب طرد من المجلس، وفيه نحو نصف هذا الحجز المبارك. ولكن الحمد لله المجلس منفض واستمر في يعني في البحث فيه والنصح والإرشاد حتى الساعة 12 تقريبا، ولكن لا أزال بصفة قانونية ممنوعا من التدريس في البيوت مش في المساجد مش في حفل عام كحفلكم هذا المبارك. ولذلك نحن في الحقيقة أقول مرة أخرى نغبطكم على أنكم تستطيعون أن تجتمعوا بصراحة وأن تذيعوا الحق إلى أبعد مكان ممكن أن يصل إليه صوت الحق، وعسى الله عز وجل أن يرفع عنا ذلك القيد حتى نستطيع أن نحذو حذركم ونسير سيرتكم. ولعل في هذا القدر كفاية، والليل طبعا ليل حار شديد الحر، فحسبي أنني ألتقي بكم ونحن على عقيدة واحدة وعلى مشرب واحد، وأخواننا بالطبع هناك جميعا يبلغونكم السلام المسلم السلفي النقي الطاهر، وسلام الله ورحمته وبركاته عليكم. سمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها الأخ المحدث السلفي الجليل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الدمشقية، وما أظنكم إلا قد أحسستم كأنما كنتم تعيشون مع الأخ منذ زمن طويل، وما أظن أيضا إلا أن الأخ قد أحس أنه يعيش معكم منذ زمن طويل. وهكذا الإسلام الصادق رحم قوي بين أهله، بل هو أقوى الأرحام بين المسلمين جميعا، لا يفرق بين المسلم والمسلم دار ولا وطن ولا صحراء ولا تيه ولا غير ذلك، ما داموا يلتقون جميعا على كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. وأقول لأخي الكريم نعم ولله منا ولله الفضل الكبير أننا هنا في القاهرة ننشر دعوة الله بحرية تامة كاملة، نسير هنا وهناك ونكتب ونخطب ونجد العون بحمد الله رب العالمين في كل مكان، لا يقف في طريقنا عقبة إلا هذه الشائعات المفتريات التي يشيعها عباد الأوثان، وهي ليست بعقبات إن شاء الله. أما الإدارة ورجال الإدارة وغيره وغيره كلهم في دعوة الله وفي خدمة وفي سبيل الله رب العالمين. نسير في كل مكان ونخطب ونكتب بحرية تامة مكفولة، ونسأل الله أن يهب لكم هنالك أيضا ذلك الخير الوفير العميم بإذن الله. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. بسم الله
الصلاة والسلام على رسول الله. الحق أني سعدت الليلة مرتين، مرة بلقاء الأخ ناصر الدين الباني، ومرة أخرى حيث تعرفت عليه بالغيب. فقد تعرفت عليه في مكة المكرمة، إذ حدثني عنه أخوكم الشيخ نسيب الرفاعي رئيس أنصار السنة في حلب، وحدثني عن شدة بلائه وعن قوة يقينه وعن طهر قلبه وعن زكاة نفسه وعن قوة إرادته وعن وقوفه في ميدان الحق مكافحا ومجاهدا لأولئك الذين يجعلون من أنفسهم جنودا للشيطان يحاربون جنود الرحمن، ولكن الغلبة بإذن الله لمن ينصرون سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومهما اشتد البلاء ومهما زاد الكرب فإن الله ناصره، وإن الله بإذنه مؤيده، وإنه معذره وموقره. عرفته في أخباره وفي بلائه، وعرفته أيضا في كتابه، فقد بدأ في تأليف كتاب عن سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد قرأت أول عدد أول نسخة منه واستفدت منه كثيرا، وأسأل الله أن يعينه على إتمام تأليف هذا الكتاب ونشره لما فيه من خير وبركة. نعم تعرفت عليه بالغيب، وها أنا ذا أتعرف عليه عن قرب. نعم أحببته عن بعد، وها أنا ذا أؤكد الحب له عن كسب. وها أنا ذا أيضا أتعرف عليه وأعرفكم به، ونتعرف جميعا عليه، لأننا أمرنا أن نتعرف، وكيف لا نتعرف مع من أحبهم الله، إذ أحبوا الله فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كلنا ناصر للسنة، وكلنا مدافعون عن التوحيد. لماذا؟ لخير البشرية. لماذا؟ لمصلحة الإنسانية. لماذا؟ لسعادة الدنيا. لماذا؟ لرغد العيش. لماذا؟ لنعمة الحياة. فلن تنعم الحياة ولن تسعد الدنيا ولن تطمئن البشرية ولن تهدأ الإنسانية إلا إذا التجأت إلى التوحيد، إلا إذا التجأت إلى الله وحده تعبده، فتأخذ حظها من كتابه وتتبع رسوله، وبذلك تطمئن القلوب، وبذلك تهدأ النفوس، وبذلك تستريح البال، وبذلك يستقر الحال، وبذلك يستقر الأمن ويسود النظام. فإن كان لأمة أو لحكومة أو لدولة هدف في أن تنشد السلام فلا بد لها أن ترجع إلى كتاب الله تستفتيه، وإلى رسول الله تستهديه. فليس هناك أيتها الدولة أو أيتها الأمة أو أيها الشعب، إنكم تشكون اليوم من الحوادث، إنكم تألمون، إنكم تفزعون، ففي كل يوم قتل، وفي كل ساعة فضيحة، وفي كل لحظة تمزيق للشرف وهتك للعرض وفساد في الأرض، والحكومة تشتكي والأمة تبكي والشعب كله يحزن ويفزع من تلك الحوادث. ما السبيل إلى منعها؟ ما السبيل إلى درئها؟ ما السبيل إلى القضاء عليها؟ أن توقظ الضمير وأن تحيي القلوب وأن تروي بذرة الإيمان، ولا ري لبذرة الإيمان إلا من كتاب الله وإلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يحدثنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام عن القرآن فيجعله أو يصوره بالماء فيقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. نعم مثله بالماء لأن القرآن والماء ينزلان من السماء. نعم شبهه بالماء لأن الماء ينزل غيثا على الأرض ولأن القرآن ينزل غيثا على النفس والقلب. نعم ينزل على النفس والقلب فيحيي مواتهما ويبعث فيهما الحياة من الحياة من جديد ويوقظ الضمير ويفتح العيون العمي ويفتح الآذان الصم ويرقق القلوب الغلف ثم يجعل من فوق النفس عقلا ويجعل من فوق العقل قلبا ويجعل من فوق القلب ضميرا. فكلما دفعت النفس إلى شهوة أو إلى لذة أو إلى عرب من أعراب الدنيا كان العقل من فوقها رقيبا. فإن ضحكت على العقل ورقبته كان القلب من فوقهما حسيبا. فإن كان القلب أيضا غافلا كان الظهير متيقظا ولا يوقظ الضمير ولا يطهر القلب ولا يزكي النفس. لا مصفى ولا قانون ولا شنق ولا سواه إنما يوقظ الضمير الذي خلق الضمير. إنما يزكي النفس والقلب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاتقوا الله في أنفسكم واتركوا أمثال سنة رسول الله يبعثون في القلوب حياة كريمة من جديد، حياة لا تعرف الجريمة، حياة لا تعرف الفساد، حياة لا تعرف إلا الخير تندفع إليه وتندفع بكليتها بكل مشاعرها وبكل أحاسيسها نحو الخير ونحو البر ونحو الحق ونحو الصدق ونحو السعادة ونحو الهناء. فلن تسعد الأمة ولن يستقر الأمن ولن يستتب النظام ولن يتحقق العدل ولن يسود السلام إلا إذا حققنا كتاب الله وإلا إذا حكمنا الواحد الديان. والسلام عليكم ورحمة الله.